اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. قبل ما اروح لزميلي العزيز الاستاذ ابراهيم المنيسي، كلام لازم يتقال بصراحه. يعني نحن نعيش ايام من الالم والغضب، مش ممكن ما يحدث في مصر، وكأن هان علينا الوطن. الحقيقه يعني لا استطيع ان ادرك لماذا يحدث هذا. في كل لحظة نظن أننا نخطو خطوة للأمام، وعقب كل حادث وحدث نشعر أن مصر تستعيد أرضا فقدتها. يأتي مثل هذه الأحداث التي تدمي القلوب، قرابة 50 شهيد من أبناء الوطن و150 مصابا من أبناء الوطن. مش هستخدم اللغة البيخة، إخواننا مش إخواننا، هم أبناء الوطن جميعا. امتزج دماء أبناء الوطن الواحد باختلاف العقيدة، باختلاف الأعمار، باختلاف حتى سيدات ورجال. الكل يدفع ثمن هذا الفهم الغريب الذي يسيء إلى إسلامنا قبل أن يسيء إلى أوطاننا. حقيقة نحن نعطي لأعدائنا السلاح الذي يذبحنا به. أي فكر هذا وأي دين هذا الذي يسمح أن يكون الدم الغير مبرر هو ثمن لشيء غير مفهوم، هو ثمن الخلاف، مجرد الخلاف. الحقيقة أن إحنا مصر بتدفع فاتورة، مصر تعيش ظروف مش موجودة في أي مكان آخر في العالم. الكل عليها، حتى جزء من أبنائها. لا، دول مش أبنائها، الابن العاق ليس ابنا. الكل يطمع فيها، كل حدودها عليها صراع وهي تتحمل الفاتورة. معلش بطول عليكم، هذا ليس كلاما في السياسة بالمناسبة، وله كلام في الشأن العام، كلام في حياتنا. نحن لم نستطيع حتى الآن أن نحترف الحياة، نحترف حياتنا، نحترف خصامنا، نحترف اتفاقنا. يا أخي نحترف مصالحنا. الناس في كل حتة في العالم بتبدي المصالح قبل الخلاف والصراع الأيديولوجي. ما شأننا بأي صراع أيديولوجي؟ كيف نحول خلاف العقائد بيننا إلى سلاح يدمرنا ويدمر ما حولنا؟ هذا ليس طرفا نتحمله. اللي بيقول لك الأصل الحرية والديمقراطية، واصل شوفوا اليابان فيها ايه، واصل شوفوا انجلترا فيها ايه، واصل شوفوا ملكة انجلترا بتدفع مخالفة مرور، واصل شوفوا مش عارف ملك السويد بيعمل ايه. كلام جميل جدا، عايزين نبقى زي انجلترا، وعايزين نبقى زي السويد، وعايزين نبقى زي اليابان، وعايزين نبقى زي امريكا، وعايزين نبقى زي كل دول. هو احنا شعب زي الشعوب دي؟ هو احنا بنطلبه بس؟ هل احنا نعين احد على ان يحكمنا؟ هل احنا نعين احد على ان نسهل له الامور عشان ما يضغطش علينا؟ انا الاسئله دي فاتحها لكم وجاوبوا عليها. يما تكون زي الشعب الياباني اطلب معامله الشعب الياباني، يما تكون زي الشعب الالماني اطلب معامله الشعب الالماني، يوم ما تبقى عايز تشتغل وبتطلب بحقك وبتدفع ضرايبك وبتقول لك فين 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 اموال الضرايب، لا يبقى من حقك ساعتها. كلنا عايزين بنتحايل على بعض، كلنا بنخترق القوانين، كلنا لو قلنا ناموا بدري عشان تصحوا تشتغلوا ويقول لك الله والشغل والناس والسهر مفيش حاجه عجبانه، المرور مش عارف ايه، ممنوع الشاحنات الكبيره، امال نعمل ايه في التريلات؟ مقاومه لكل نظام. على كل حال مش هسترسل اكتر من كده، لان انا من امبارح مش عارف انام زي شان معظم ابناء هذا الوطن اللي فعلا لازم يفهم. يا جماعه المحن بتوحدنا، والله والله ما تضغطوا علينا بالمحن، الأعمار بيد الله، وإحنا كلنا اقتربنا من النهايات، هنخاف من إيه؟ أنا بتكلم عن نفسي، كلنا لازم نراعي إن إحنا هنقابل رب كريم، هيقول لنا سكتوا ولا اتكلمتوا ولا حتى نورتوا شمعة صغيرة يمكن حد يشوف منها حاجة. عزيزي إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة. هذه المرة تأتي هذه الحلقة في أسبوع الألام، بالفعل أسبوع الألام وقلب الوطن موجوع،
ما اعتقدش ابدا انه في بني ادم اضعف شيء، مش هنقول محب لهذا الوطن، عايش على ارض هذا الوطن يقبل كل ما جرى او جزءا منه. نهر الدم يتدفق من اسكندرية لطنطا هو نفس النهر اللي تدفق قبل كده من اسيوط لنجع حمادي للكاتدرائية علشان يخلي اخواتنا الاقباط في كل عيد مش عارفين يعيدوا، بقالهم سنين طويلة يجي العيد ودايما تيجي معاه نكبة وتيجي معاه انهار من الدماء تسيل من غير ما حد يفهم ده ليه. ده ليه غير انه عقيدة تطرف بلغت اقصى درجات العنف والتطرف والخروج عن ابسط قواعد الانسانية. حد يسمح لنفسه تستوي عنده ان هو يترك الحياة بان هو يفتت اجساد اطفال وسيدات ورجال ورجال امن ورجال شارع وناس ماشية محدش يعرف ليه، الا لانه شيء من التطرف سمح به بملء هذه الادمغة الفارغة لسنوات طويلة. صدقوني المعالجة عمرها ما هتكون لا بمناسبة للوحدة الوطنية ولا مائدة مستديرة ولا كلام في التنظير ولا كل ده، لن يجدي، لأنه ده اتجرب وتكرر وثبت سطحيته في التعامل مع قضية كبيرة بهذا الحجم. قضية كبيرة تحتاج إلى أنه أسر هؤلاء الضحايا أو هذا الشعب المصري في هذا الجزء منه من النسيج الوطني لابد انه يبقى في تعامل حقيقي على انه ده نسيج وطني واحد. على كافة الأصعدة يجب عدم التمييز. على كافة الأصعدة يعني مجرد ان احنا بنتكلم في دي ده منتهى التمييز. لكنه ده موجود يا باشمهندس، ما احنا دايما بنسمح لكنه مش عايزين نمارس او مش قادرين نمارس فكرة توحد مرة واحدة، فكرة انه يكون فيه أطياف عايشة على أرض وطن واحد ليها كل الحقوق وعليها نفس الواجبات. ما هو فجر نفسه عارف ان في ناس ملهاش دعوه ومش عارف دينها ايه ماشيه جنبه ماتت، لكنه سمح بدماغه انه حد يملاها عبر هذه السنوات الطويله. بيملاها من خلال خطاب ديني في كثير من المنابر بيبلغ ابلغ درجات التخلف والجهل والخروج عن قواعد الانسانيه، في مناهج دراسيه مليئه بالحشو، في كتير من الخطاب الاعلامي حتى المحرض من غير ما يشعر على هذه الاسم بين أبناء الشعب الواحد. ينتهي الأمر في النهاية عند هذه النقطة الدامية. ده مش كلام في السياسة زي ما المهندس عادل قال، لكنه كلام في الوطن، كلام في الوطن وكلام عن قلب وطن موجوع وجاي للأسف في أسبوع الألام فعلا. لا نملك إلا الدعاء بالرحمة لهؤلاء الأبرار اللي سالت دماؤهم وتناثرت أشلاؤهم. طب الكلام ده من غير ما يعملوا أي أستاذ إبراهيم، الكلام ده في الشأن العام وفي الخلاف في الفكر والمعتقد والأيديولوجية، هو اللي بيحصل على الساحة الرياضية أليس تكريسا للكراهية؟ أليس عبثا بالعقول؟ أليس كل واحد عايز يغطي على مشكلة عنده يروح خالق مشكلة ليس له حق فيها، يدخل أطراف أخرى تتعصب في حاجة وهمية؟ يعني اللي بيحصل النهاردة في قضايا، يعني كنت بسمع برنامج قبل ما اجي برضه هنا على قناه النادي الاهلي، ها، وزميل خالد العشري وبيتكلم على ان سئل مسؤول في الاتحاد الافريقي على حكايه نادي القرن وهيعمل فيها ايه، وقال له لم يصلنا شيء، ولكن ده موضوع محسوب، اللي عايز يعلق يفطر يعلق، هنقول له ايه؟ هذا الكلام ما المقصود بيه؟ يعني انت بتبتدي مشوار انت عارف نهايته، غير انك انت بتثير الخلاف، لا بتولد الشعور بالظلم الكاذب لدى انصارك غير حقيقي، لم يظلم احد. فاحنا ما نقدرش نطلب بعد كده الفيسبوك كله كراهيه، كله شتيمه، كله ناس بتشتغل وناس قاعده بتحاكمها على الفيسبوك، ثلاث ارباعهم ما بيشتغلش او بيشتغل والفيسبوك قدامه في شغله او على القهوه. يبقى كل اللي بيحاكموا مين؟ اللي في المسؤوليه. وكل اللي بينتقدوا مجموعه من الملائكه ما بتشتغلش، مجموعه من الشياطين شايلين المسؤوليه، تقصير 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 تقصير، تيجي لواحد منهم تقول له اشتغل ما اشتغلش. يا استاذ ابراهيم عندنا ازمه حقيقيه، نحن نختلف على ما يعني يسيء الينا.
احنا لامتى هنتصور ان احنا بدل ما انتخبنا رئيس او انتخبنا رئيس نادي او انتخبنا رئيس مكان يبقى مالناش دعوه بقى ورينا هتعمل ايه؟ لا يا حبيبي، انت بتختاره عشان لما تشتغل يحط ايده في ايدك يطور عملك ويجيب لك حقوقك ويصرف لك ارباحك، ما تبقاش المؤسسه خسرانه وانت طالع مظاهرات عشان تصرف الارباح. اين المسؤوليه يا استاذ ابراهيم؟ خش بينا في الموضوع، اعمل معروف. أين المسؤولية؟ والمخرج بيقول لي أين العناوين؟ هنقول لكم أربع عناوين